الدعاء حاشا واش يرجع. كلشي تقريبا عند الله. تينا تسمع الاذان دعي في نص الليل دعي، من يكون عندك الالم دعي. عندنا التسبيح هذا ما فيها من هذا. استغفر الله، ديما استغفر الله، هذه تبعد الاذى. نعم تبعد الاذى. وشوف خصك تفكر بان الانبياء والرسل والصالحين كاملين داز عليهم ماشي غير اذى، هذو الانبياء والرسل شكون حنايا منهم. سيدنا ايوب كانت رجعت ذاته كما رجعت دودت نفر منه العائلة دياله كاملة، حتى الزوجة دياله ما بقاتش كتقدر تجلس معه، عفته العائلة دياله كاملة. تخيلتينا ربي ما خاطك المرض عوضك، عطاك واحد الزوج صالح. راه حنايا كنعرفوهم مرضوا غير شوية رماوهم وقالوا لهم صافي انا ما عملوا بكم. هيدا رجل كيعملوا مش براجل متشبت بك يقول لك انا ما بغيت، بغيت مراتي ترجع كيف ما كانت. عطاك ربي جوج بنيت جوج ضد العين ان شاء الله، هذوك ما كلشي، هادو من المستقبل ديالك ان شاء الله. هيدا فكر، هيدا فكر. سيدنا ايوب نهار برا عاش كيقولوا دابا ايوب كيقول الله يعطينا صبر ايوب، لان داكشي اللي داز على سيدنا ايوب ما داز على حتى شي واحد. اختي انصاف مثلا الله يشكر يا ربي، انا المرات المراه يسمحوا فيها ولا المراه كتهز الراجل، لكن الراجل ما كيبغيش يتصمم. انا خسر الدار ديالي وخسر العقل ديالي، خصنا نضحيو كيف مرات المراه نهزوها وكيف مرات الراجل يهزوها. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم اعزائنا المشاهدين متابعي قناه طنجاوي اينما كنتم. مرحبا بكم مجددا مع قصه عبد المجيد والزوجة ديالو، قصة الوفاء، قصة التضحية، قصة الأمل إن شاء الله بالوجود ديال مجموعة ديال المحسنين والمتضامنين اللي متبعين معنا القصة ديال عبد المجيد من أول مرة. حطينا الفيديو ديال للا حبيبة مع الطفلات ديالها، واللي كانت كتقول في الفيديو أنها متشبثة بالحياة وكتمنى أنها تشافى من المرض باش ترجع لوليداتها وترجع لدارها وتكون بالزوج ديالها وبجوج الطفلات ديالها اللي الأكبر ديالهم عندها 5 سنوات. اليوم رجعنا والأمل دائما متجدد أننا نخلصوا هذا السيد من الديون اللي تراكمت عليه واللي هو السبب باش رجعنا عنده المرة الثانية. الزوجة ديالو طريحة الفراش منذ 2016 وهو كيهزها كيكون بها كيعتني بها كيغير حتى الحفاضات ديالها، وهو رجل نظافة بسيط كيكون ماشي في 4 الصباح للخدمة ما كيمشيش حتى يكون بها ويبدلها ويقوم بها عاد كيمشي، وكيقول لك أنا هي بلا بها ما نسواشي، وهي كذلك كتقول لك أنا بلا به ما نسواشي. متحدين في السراء والضراء، تزوجوا بعضهم عن حب وباقي هذا الحب كيبان جلي، وهي طريحة الفراش وهو هزة كيقول لك أنا معها إلى آخر رمق، ومتشبثين بالحياة بجوج بهم، وكيقول لك إن شاء الله تعالى ربي عنده كل خير، وإن شاء الله واخا هاد الأزمة كاملة مرت يعني من 2016 ل 2021، هذه راها سنوات ديال المرض، سنوات ديال الألم، سنوات ديال بين العيادات وبين المستشفيات وما كاين حتى نتيجة. السيدة حليمة كتضل 15 يوم ما كتشوفش النعاس، كتضل حتى 15 يوم ما كتشوفش النعاس بسبب الألم الفظيع. وسي عبد المجيد كما قالنا في فيديوهات ديالو السابقه، قالنا كنمشي في 4 الصباح ل 5 الصباح كنخليها تئن من الالم وكنرجع كنلقاها باقي تئن من الالم. وشحال من مره كيوصل نص الطريق كيعيطوا له كيقول له الزوجه ديالك راها كتوفى، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى مدد لها في الحياه ومدد لها في العمر وباقي ان شاء الله عادي تشافى كما هي الامل ديالها والامل الزوج ديالها انها تشافى من المرض. رجعنا باش نقول لكم المستجدات ديال القضيه ديال سي عبد المجيد والديون المتراكمه عليه، كما قلنا لكم هي اكثر من 20 مليون، وغنخلي لكم عبد المجيد يقول لكم تفاصيل اكثر في هذه القضيه. السلام عليكم سعد المجيد، مرحبا بنا عندك مره اخرى، كيف الحال بعدا؟ الحمد لله والشكر لله لولا ربي والمحسنين. حبيبه مصاشنا السعاد جرينا بالمعقول والحمد لله، والدواء ديال العمام وقفنا، ولكن الحمد لله والشكر لله باقي الامل، باقي الامل، الانسان ما يقطعش الامل ديالو بالدنيا. والحبيبه مسكينه دابا هي في السعاده، صعيب عليها دابا مريضه بزاف، ما كتنعسش لقاش مره 15 يوم مره 10 ايام ما كتنعسش مره، حيتاش عندها الحريق بزاف العظام من الداخل. كتقول لي عاد مجيد المنشار اللي عندها سرطان العظام وتقول لي عاد مجيد المنشار اللي قطع لي العظام،
والحمد لله واخا غتعمل الدواء ما كيعطيش شي نتيجه سبحان الله ما عرفتش علاش ولا دابا ديك الساعه ديناها نرو ساعه نمشي للاطباء شنو كانوا كيقولوا لك شنو كيقولوا لك دابا خونا وخونا في طرجة البالية زعما خونا ماشي مزياني صحة الضمان الاجتماعي لا ماشي ضمان اجتماعي انكولوجي انكولوجي جات مع القاسم هذيك كنا نمشيو ملي تكتشفنا المرض النهار اللي زولنا الدار في قسطية في مصحة السلام جوزنا شي 15 يوم تبعنا في طرجة البالية عند الطبيب الانكولوجي وقال لك شي حصة صبرا الحصة الأولية الثانية الثالثة الثالثة كيوقف عاو كيطلع كيوقف عاو كيطلع ولكن اخر مره وخاطر نعطيوه الدواء ما كيعمل حتى شي نتيجه ما كيعمل حتى شي نتيجه في 2000 شهر 4/21 شهر 4/2021 الدكتور قال لي وصلنا لواحد الباب مسدود قال لك وصلتي الباب مسدود الدواء ما بقاش حتى النتيجه ما قال لك وصلتي الباب مسدود الساعه ديال المجيد واش جيتي وصافي استسلمتي ولا شنو لا 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 لا, لا, لا. ما استسلمتش وخا قال لك وصلنا الباب مسدود انا مشيت نشوف من بعد الساعة 7 قلت له الدكتور عطيني الرابور عطيني الرابور مشيت نطلب من الرباط سقسيت الكلينيكا الأولية والثانية والثالثة واحدة ابن رشد قال لي ما عنديش واحدة 16 نوفمبر قالت لي واحد الدكتورة مزيانة قالت لي كذب عليك نقول لك عندها الدواء من بعد قالوا لي مشي لشيخ زايد مشيت لشيخ زايد بديتها شيخ زايد كندوها في لابيتونس كندوها في لابيتونس ونجيبها في لابيتونس بقات تما 7 أيام من 4 ولا 4 عاودوا داكشي من الاول داك التحاليل وداك الراديوس وداكشي كلشي وعملوا الشيميو ما عطاش عاود عمل ثلاثه حصص الشيميو من الرباط رجعنا كملنا غوزنا 7 ايام جينا بحالنا غوزنا 21 يوم رجعنا من الحصه الثانيه عاود رجعنا من الحصه الثالثه بدون جدوى ولا جات عند الدكتور ما قال لي ما عندي ما نعمل ما عندي ما نعمل امور حاجه قال امور صعيبه ولا بالكم درجه من الله سبحانه عز وجل سبحان الله اذا هرشي طبيب شي محسن شي مؤمن عاون بداو العلاج من الاول ماشي ماشي بعيد كلشي قريب عند الله سبحانه عز وجل وكنطلب من الله سبحانه عز وجل المحسن واللي كيشوفنا يمدنا يدنا المساعده نشوفوا عاود مثلا نبداو العلاج من الاول بالنسبه للديون المتراكمه عليك قلنا التفاصيل عندي 6 مليون في الشيخ زايد شي 6 مليون واحد فيه 42000 درهم واحد في 17000 درهم اخر قطعتهم عندي وعصبوني وتقطعتهم كاملين حق الحمد لله فكيتهم حق المشكل اللي عاني السبنين الشيخ زيد وتفاهمت معهم نهار 27 في الشهر يدفعوا تشيكات هادو اللي مزيرين اما الناس مساكن زعما صراحة الله انا كنحيي من المنبر هذا والله تعالى وتبارك يحفظ لهم اهلهم وحبابهم وشكرا والف شكر ما كيعيطوا لي شي شحال مجموعه ديال الديون اللي عندي تقريبا 20 ديال المليون 20 ديال المليون تقريبا خل 19 وشي 800 خل 20 مليون وصراحة الله ما كيعيطوا لي شي بزاف الله تعالى وتبارك يبارك له لكن شكرا ولكن وان شاء الله بعد الحمله يعني الاعلانيه والحمله اللي ديال الصفحات وبعد نعم صورنا نعم معكم بزاف الناس توصلوا نعم نعم اللهم يرحم شكرا كنحيي من المنبر والله تعالى يحفظهم ويبارك ليهم لولا انا نقول دائما لولا ربي والمحسنين حبيبي ما وصلش الى الساعات استاذ عبد المجيد اللي لاحظت هو ان كل ما كتهضر على الزوجه ديالك على حبيبه كتبكي شنو كتفكر اللي كيخليك كتبكي طبعا المعاناه ديالها ماشي سهله هذا كيفاش كانت حبيبه وكيفاش رجعت اعز مخلوقه عندي في الدنيا اعز مخلوقه عندي مريم وشيماء وحبيبه صافي هذو اللي كاين في الدنيا صافي كاين حتى شي واحد من قلبي نقول مريم وشيماء وحبيبه اعز مخلوقه في الدنيا خايب انا كنت تهرس مرجلي اكسيدون طرامي مسكينه قالت لي عبد العزيز ما عندناش فلوس دابا نمشي نبيع الدبلج ديالي باش نعمل العمليه يعني هي هذا الشيء هذا الوفاء اللي عندك انت حتى هي كان قبل كتهز يعني هز دارة وكانت وفيه مقدم 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 كيفاش مقدم كل شيء عول عليها نقولوا حنا خليها في الغرق تخرج كانت هز دارة كل شيء الحمد لله والشكر لله ودابا شي مره كيكون انا ما كنبعش شي حساب شحال الاجره ديالك 2480 درهم نجيب لك سيده خلاص دابا في الشهر كنا مأملين بأن شركة أرمعة جديدة رفع المعنويات ديالنا زدنا في الصالير ولكن باقي ما كاين حتى شي نتيجة والو لقينا ما نرغبوا ما نزوقوا ولكن ما قطعش الأمل باقي الأمل بيد الله سبحانه وتعالى يكون شي حاجة إذا جابوا لك شي خدمة أخرى ساعة المجيد
تخلى على النظافة؟ لا اختي ديالي انا المشكل ديالي باش انا جاتني الخدمه انا نخدم في التاكسي هاني بريمي التاكسي ولكن ما نقدرش نخدم بالنهار علاش بالنهار خصني نقابل حبيبه ولهو وصالح خصني نخدم بالليل سبحان الله العظيم وربي كيعاد الهيدا قالوا لي واش نخدم بالنهار قلت الله يرحم والديكم خافني بالليل باش بالليل نغطيها مثلا هيدا ونجلسها ونمشي نخدم إذا وقع شي حالة طارئة ممكن نرجع أما بالنهار ما قدرش نسمح فيها هيدا ومشي نخدم العو صغاري خصهم بزاف الحاجات وسبحان الله العظيم الخدمة اللي دابا ما 8 سنين وأنا بالليل وعاد الدنيا هاني عاجباني ماشي مشكل عاجباني هذه الجنة لا عاجباني والله إذا في قلبي خصني نبقى خدام في النظافة تنقلى نطلب الله سبحانه عز وجل يشوفوا بنا معنا الرحمة ونترجى الله سبحانه عز وجل يحفظهم ويحفظ أهلهم يرحمونا زعما ماشي شي حاجة كبيرة ماشي شي حاجة لقيتي مساعده من طرف المستشفيات اللي كتمشي عندهم يعني لقيتي شي واحد تساعد معاك يعني كتشوف بان هي مبالغ كبيره هذه مبالغ كبيره وانت انسان بسيط كيفاش غادي تقدر تعمل هذا الشيء كامل كيفاش تقدر تسدد المصاريف لولا المحسنين كيفاش كنتي غتعمل هذا معجزه من عند الله هذه معجزه من عند الله انا البارح صار راجل سقساني قال لي شحال كتربح قلت له 20 درهم قال لي واش غتعيش قلت له هذا امر الله هذا شي معجزه من عند الله سبحانه عز وجل ونقسم له شي هيدا ونقسمه ونفرق هذا هيدا وصح حنا ماشي صح حنا ماشي شويه من محسن وشويه هيدا حنا ماشي اما الاجره ديالي الاجره ديالي ضعيفه بزاف 2400 درهم ما كتعمل لك والو وانت شي مره كتخسر شي مره كنخسروا جوج دمناي في الشهر شي مره كنخسروا جوج دمناي في الشهر تسهل الراديو شي سكان شي هذا كنمشي نختار ولكن إذا كان ربي الحبيب ما لي خايبش إذا مشوا إذا النية ديالنا صافية حتى كيف الرجل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله خير إن شاء الله خير نهضروا شوية مع حبيبة تكون تهضر معنا كيف تينا حبيبة شوية لاباس نعطيك الميكرو واخا نقرب حبيبة كيف تينا الحمد لله شوية دابا شوية الحمد لله شنو تقول للناس اللي كاملين يعني تعاطفوا مع القصة ديالك وكلهم كيقولوا ديك المرة كيدعي معاك كيقول كيفاش نقدروا نعاونوا شنو تقدر تقول لهم أنا كنقول لهم يدعيوا معايا من المحسنين يدعيوا معايا من المحسنين يدعوا معك يدعوا معك بالشفاء والمحسنين وكنطلب سيدي ربي نسيدي ربي الحبيب نسيدي ربي الحبيب سيدي ربي الحبيب نسيدي ربي الحبيب كنتمنى سيدي ربي الحبيب يتمنى سيدي ربي الحبيب الصفاء العاجل نيلي ونمو الحسينين ونقول الشيء دابا الزوج ديالك قدر تقريبا ان شاء الله غادي يفك هذا المشكل ديال الديون هذا الديون هذا المشكل ديال الديون ان شاء الله غادي يفكه نسينا المره اللي خرى اللي جيتي كتقولنا انا هو النقدو ما نسيتي المرض ديالك نسيتي المعاناة ديالك كتقولنا هو ما يدخلش الحبس ياك كنتمنى سيدي ربي الحبيب سيدي ربي الحبيب سيدي ربي الحبيب رحب كتبار صعوبة أنها تهدر يعني في المكنونة ديالها بزاف ما تقول هي من دخلت عندها الدابة يعني فرحانة وكتشكر الناس أي واحد تعاون معها أي واحد الحالة يعني رق للحالة ديالها وكيتصل وكيقول كيفاش نقدر نعاون اللي يقدر يعاون في هذا الدين هذا الله يجازيه بالخير واللي ما قدرش يكفيه الدعاء الدعاء لهذا الأم الدعاء لهذا الزوج الدعاء للطفلتين شيماء ومريم ترجع لهم الوالدة ديالهم الأم ديالهم كل نهار كتقول لي خصني غير نرجع لوليداتي باقي عندها أمل كبير أن الله سبحانه وتعالى غيشافيها وغترجع كيف ما كانت قبل بحال اللي كيقول الزوج ديالها كانت مقدة كانت زوجة صالحة كانت مرأة ديال الدار اللي واقفة جنب الزوج ديالها في جميع الظروف كيقول لكم ها واجت اكسيدون دو ترافاي بقى جالس قالت له انا غنبيع الذهب ديالي ونوقف معك يعني ما جزاء الاحسان الا الاحسان نطلبوا من الله عز وجل انه يوقف معاهم وهذا الوفاء وهذا الاخلاص نادر جدا وهذا مثال للوفاء اللي خصو يكون بين الازواج ان شاء الله تعالى بدعوه ديالكم غادي يرجع غترجع
ماما حبيبه بحال اللي كيعيطوا لوليداتها احسن من قبل. اخر كلمه سي عبد المجيد. الحلم ديالي كامل هو حاجه تبرى ورجعت الايام كما كانت سعيده وتفرح بمريم وشيماء ديالها، احتفال رجل الله سبحانه عز وجل ويسر الامور لنا وجميع المسلمين. ونتمنى من الله ايضا يشوفوا بنا معين الرحمن فكوا هذا الدين اللي علينا. وربي حنين كريم وشكرا، الف شكر للجميع وتحياتي اخوتي، شكرا بزاف، الله يرحمكم الوالدين. متابعينا الكرام شكرا جزيلا على المتابعه وشكرا جزيلا على التضامن الكبير اللي رافق الظهور ديال عبد المجيد بالزوجه ديالو. شكرا على التعاون ديالكم المادي والمعنوي، ونطلبوا من الله عز وجل اننا المره القادمه نعطيكم اخبار جيده واخبار ساره على الحاله ديال ماما حبيبه. بقاو متابعينا وما تنساوش الدعم ديال سي عبد المجيد. غنحط لكم ارقام الهواتف والرقم الحساب البنكي. دمتم في رعاية الله وإلى اللقاء. حرام النبر يا ربي يا ربي يا ربي تعاونوني يا ربي تعاونوني. إن شاء الله كل شيء غيعاونك يا ربي الحبيب يا ربي يا ربي يعاونوني باش تشافى باش نتشافى وباش نرى وباش نرى. هذا ان شاء الله خير يا حبيبي، ان شاء الله خير ان شاء الله. ربي عنده كل شيء مزيان، الشفاء من عند الله عز وجل. الشيء اللي كان ضاع ان شاء الله خير يا حبيبه، ان شاء الله خير صافي الشفاء العاجل يا حبيبه. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.